عاصمة أوروغواي مونتيفيديو اجتماعا دوليا في محاولة لإيجاد حل تفاوضي للأزمة السياسية المستمرة في فنزويلا. ويحضر الاجتماع الاتحاد الأوروبي وثماني دول أوروبية وخمسة بلدان من أمريكا اللاتينية بهدف المساهمة في خلق الشروط لعملية سياسية وسلمية حسب ما ذكر مصدر دبلوماسي أوروبي. ورحب الرئيس مادورو بهذا الاجتماع وعبر عن دعمه لكل الخطوات والمبادرات من أجل تسهيل الحوار. رافعو الأعلام الفنزويلية من الموالين والمعارضين باتوا يسمعون مصطلحات جديدة، مصطلحات مستنسخة من أزمات عالمية تشير إلى أمر واحد، هو تدويل الأزمة الفنزويلية. في الأوروغواي يفتتح بازار التدويل، هنا حيث تجتمع وفود من الاتحاد الأوروبي وثمان دول أوروبية وخمسة بلدان من أمريكا اللاتينية بهدف إيجاد حل سلمي للأزمة الفنزويلية، حلا قالت تقارير إعلامية إنه يهدف إلى إيجاد طريق بين موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. تجاذب أمريكي روسي ترجم على أرض فنزويلا إلى شارعين ورئيسين ومشروعين، ثنائية باتت تهدد فنزويلا ومستقبلها في ظل التدويل، وهو تدويل تستحضر فيه أدبيات الحروب. فالرئيس فلاديمير بوتين حذر ساكن البيت الأبيض من اللجوء إلى الحل العسكري، بينما أخذ نيكولاس مادورو الرئيس المدعوم روسيا يتوعد ترامب بتحويل فنزويلا إلى فيتنام جديدة. يحدث ذلك بينما يواصل الرئيس الأمريكي دعمه الفنزويليين في سعيهم إلى الحرية على حد قوله، مجددا التأكيد أن اللجوء إلى الجيش الأمريكي هو خيار متاح. هكذا حال المشهد الفنزويلي إذن، تهديد ووعيد وتدويل للأزمة، بينما يتطلع الجزء الأكبر من الفنزويليين إلى مساعدات إنسانية قد لا تصل قريبا. مشاهدينا، ننوه إلى الخبر العاجل الذي تشاهدونه على الشاشة، وهو تصريحات لأغنيس كالامار المقررة الأممية الخاصة بحالات القتل خارج القضاء. تقول فيها بعد أن زارت تركيا إن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خطط لها ونفذها ممثلون للدولة السعودية. خطط لها ونفذها ممثلون للدولة السعودية. تضيف أيضا بأن السعودية قوضت بشدة جهود تركيا للتحقيق في مقتل خاشقجي، وتضيف أيضا بأنها استمعت مع محققين آخرين شاركوها الزيارة إلى تركيا لتسجيلات صوتية حصلت عليها المخابرات التركية بشأن ظروف وملابسات مقتل جمال خاشقجي. نعود الآن إلى شأن الفنزويلي، معنا من كاراكاس عاصمة فنزويلا موفد التلفزيون العربي صابر أيوب. صابر، ما المتوقع من هذا الاجتماع في الأوروغواي، خصوصا أن معظم الدول الحاضرة فيه سحبت اعترافها بمادورو وتعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا؟ ليس الكثير في حقيقة الأمر، ليس الكثير متوقع من هذا الاجتماع أو آلية مونتفيديو عاصمة أوروغواي. لماذا؟ لأن المعارضة غير حاضرة في هذا الاجتماع، غوايدو ليس لديه ممثل في هذا الاجتماع ولا ممثل على المستوى الخارجي، لم ربما يعطي أهمية كبيرة لهذا الاجتماع لأنه يرى فيه أنه مجرد مضيعة للوقت ولا يوجد حوار مع مادورو. الموقف يقترب، موقف المعارضة الفنزويلية يقترب أو يصطف مع الموقف الأمريكي، لكن الأمريكيون تركوا هذه الآلية، آلية مونتيفيديو التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي ودول من أمريكا اللاتينية وبحر ودول الحوض الكاريبي، من أجل ربما السماح بمحاولة إيجاد مخرج سلمي عن طريق رحيل مادورو، أو هذا ما تتوقعه المعارضة والولايات المتحدة. لكن يبدو أن مادورو لديه حسابات أخرى من وراء هذا الاجتماع، وهو البحث عن حل سلمي لكن بشرط أن يبقيه في السلطة، يريد انتخابات ومن خلال هذه الانتخابات يبقى في السلطة، وعلى الأقل نظامه يبقى في السلطة، وهو ما ترفضه المعارضة. إذن لا يوجد أي تلاقي بين الطرحين، وبالتالي الأزمة مستمرة. ولهذا هذه الآلية، آلية مونتفيديو التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي، أعطيت لها فترة 3 أشهر، وهو نفس طويل لدى الأوروبيين الذين يحاولون
أن يتميزون عن الموقف الأمريكي، لكن الموقف الأمريكي يريد أن يرى نتائج التغيير في فنزويلا حالا فورا، يريدها في أقرب وقت. لا أعتقد أنه لو لا يعتقد كثيرون أن الرئيس الأمريكي سيصبر كل هذه المدة 90 يوما كما تشي المحاولة الأوروبية لحل حالة هذه الأزمة. اليوم قائد البحرية الأمريكية في أمريكا اللاتينية أو في أمريكا الجنوبية أدلى بإفادات أمام مجلس الشيوخ الأمريكي من أجل أو بحث آليات كيفية حماية المصالح الأمريكية والسفارة الأمريكية في فنزويلا، مما يوحي بأن التحضير عسكري أيضا بالإضافة إلى الضغط ضد على مادورو، هناك أيضا ضغط عسكري ضد حكومة مادورو من أجل التنحي غدا. لكن هذا كله في انتظار الحراك هنا في كاراكاس. كلما كان الحراك أكبر في كاراكاس كلما زاد الضغط الأمريكي أكثر وأكثر. غدا سيعلن غوايدو عن مشروع أو عن برنامج التظاهرات للأسبوع المقبل بدءا من يوم الاثنين، ومن خلال هذه المظاهرات من خلال حراك هذا الشارع سيتطور الموقف الأمريكي أكثر وأكثر ناحية الضغط على حكومة مادورو. ما عدا ذلك تبقى الأمور هنا في كاراكاس هادئة. اجتماع مونتيفيديو بالأوروغواي لم يخرج بالكثير مثل ما تتوقعه المعارضة ولا كما تتوقعه حكومة صابر على ذكر الحراك والمظاهرات التي أو البرنامج الجديد الذي سيعلنه غوايدو غدا، هل هذه المظاهرات تمتد اجتماعيا لتشمل طبقات مختلفة؟ هل يمتد جغرافيا نحو مناطق أخرى في البلاد؟ نعم، بدأت تتمدد بشكل كبير. الباريوس وهي جيتوهات عبارة عن جيتوهات تنتشر في أنحاء المدن الكبرى وخاصة في كاراكاس، يقتلها ملايين من الفقراء. هؤلاء محسوبين على تشافيستا، على تشافيين، يدافعون عن تشافيز وعن الثورة وعن المبادئ البوليفارية. كثيرون منهم أثرت عليهم الأوضاع الاقتصادية وبدأوا ينضمون إلى المعارضة بعدما كانوا هم حماة الثورة البوليفارية. الآن شيئا فشيئا يتجهون نحو المعارضة لأن الحياة صعبة جدا وتضغط عليهم، والدولة توقفت في كثير من هذه الأحياء عن مد المساعدات مثل ما كانت تفعل في السابق. المساعدات الشهرية عبارة عن أكياس فيها طحين وفيها أرز وفيها كل المواد التي تعين هؤلاء الفقراء على الاستمرار أو البقاء على قيد الحياة. الآن المال شح، مال النفط شح، وأصبحت الأرصدة مجمدة في الخارج، أرصدة مادورو، وبالتالي نعم هذه المساعدات ستنقص تدريجيا، فينتقل هؤلاء إلى صف غوايدو، وهذا ما تأمله الولايات المتحدة من خلال خنق مادورو ماليا لإثارة الشارع ضده، وبالتالي يكون هناك مبرر كافي للتدخل أكثر وأكثر ربما عسكريا في فنزويلا. شكرا جزيلا. صابر أيوب، موفد التلفزيون العربي في كاراكاس.